Are you ready? Are you ready? Yes, teacher. All of you? Yes. Yes. And you, Yabusi, are you ready? No. يا جولي خرجت ليه؟ We are ready. For the We are recruit. going. لحظة أشوف جولي هذا Let's go, teacher. كده سنذهب. باي باي. انت سلام. كنت بتاخد حصة قبل حصة قبل حصة الكونكت دي ايه؟ انا عمري دارس حتى يا عم ناقص عمري حتى ايوه كنت ايه بتاخد قبلها ايه بقى؟ دراسات Stop talking. دراسات ماشي. ولا قبليها بقى كانت ايه رياضيات ماس يلا let's start. طيبة. let's go The word number one. Operation. operation Operation. 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 operation يعني ايه operation؟ عارفة فراعنة؟ لا تانية روز لما دي operation عملية جراحية operation يا مس انا كتبتها بس مش هتأكد منها عادي اوريها اقولها لحضرتك هكتبها لا ما بكتبهاش خليها خليها بعد السيشن على الشاتب عشان بعد يكون كله خرج. ماشي مش هينفع يا عمر مش هينفع يا عمر تمام تيتشي احنا اخدنا يونت 5 كله. نعم يا جايدة ايوه يا ابراهيم is what ده ايه امتى ده what يا كور ابراهيم is what لا مش سامعاكي كويس نسكت عشان اسمع جيدة لو سمحتوا. The first word. Can you say the first word? The first word is the operation. Operation. Okay, I did share about operation. طيب دي واحدة مس دي. السلام عليكم يا ميسي. عليكم السلام يا همس. همس we have a dictation now. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, write the first word, operation. The second word. Wait for our friends here, يا شوشو. دي واحدة بس هكتب operation. يا ابراهيم كل ده بتحل بتكتب فيها. خلاص خلصت اصلا. طيب the خلاص. second word, the second word is teammates. ايه؟ بعدين بعد تيم ميت لا teammates. ايوه بعدين teammates. وبعدين ايه اللي بعدين؟ اكتبها الاول. ما كتبتها اكتبها من قبل ما انا اقولها. ايوه تيم ميت قلتيها وبعدين كتبتها لا انا ما قلتهاش قبل كده على فكره. ايوه ما قلتها قالتهاش تيم ميت make لو انت sure مش that you are مسؤول make sure that you are closing your books all of you. I'm sure you too look تشي Yes. يا أمين تشي See. everything Okay, I see it. I see. ركزي هنا لو في كتابة قولي لي تشي تمام يا عمر. تمام يا عمار. Thank you. Okay, Hams. برافو عليك. برافو يا جوجو. بعد تيم إبراهيم. ميس Make نعم sure that you are closing your book. of course My book is closed. Time. I My closed book. my book just now. I closed my book. My book is not here. Okay. لكن قبل طيب تمام خلاص كتبنا تيم ميتس. طيب أيوة in the كتبنا dictation I didn't open the book. The book is not here also. okay. طيب تيم وورك. تيم وورك. Teacher, the second word. The second word is team mate. Word. The third But word is teamwork. Teamwork. work or work? Work. Teamwork. Teamwork يعني ايه؟ فريق العمل فريق عمل لا فريق فريق العمل العمل ده teammates. فريق العمل ده زملاء فريق العمل اللي هم teammates. انما teamwork اللي هو العمل فريق الجماعي.
العمل الجماعي نفسه. ودي بتختبرنا على اليونت كله؟ لا لا that's just lesson 4 and 5. تيم ايه يا مس؟ تيم ورك. ايوه يا ابراهيم، تعمل لنا كويز على امتحان اليونت كله. تيم ورك. خلاص بقى stop talking. دم شكرا. تمام. The third بتعرف word نمبر ايه؟ the fourth word is what? نمبر 4 concert. ايه؟ Concert. 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 Con يعني ايه؟ Concert. اكتبها بس وخلاص. Done. انا أنا عايزة معناها ايه؟ لا مش هتعرف معنى Done. concert. اكتب Done. يا ابراهيم. Done. Done. اوكي. Done. Number بعدين 5. Number 5 indoors. indoors. indoors في البيبان يعني ولا indoors اللي مذاكر عارف معناها. في البيت بالداخل؟ ايوه ايوه بعدين. done. outdoors outdoors يعني بره ايوه بره ده البيت. the opposite of indoors outdoors. نكتب بقى outdoors. indoors outdoors. بعدين في الاخر است صح؟ yes اوكي بعدين injured ولا او واحدة بس يا مس؟ doors. الدور بتتكتب ازاي؟ كلمة دور يا عمر. كلمة دور نفسها اللي هي باب بتتكتب ازاي؟ دبل one o دي دور double اس. o double o. طب تمام. الكلمة اللي بعد indoors and outdoors injured. انجرت يعني مصاب يا مس. injured. تمام بعدين بعدين يا مس the last the last word is the last word is experiment. after outdoors. After outdoors. after outdoors injured. injured. But experiment. ما عرفش last مش word the last word is experiment. انت قلت experimented. اكسبيرمنت اصلا. I'm finished. I'm finished. X E X X per peri. teacher نعم يا بني. خلصت. تمام سيبني بقى أكمل مع زمايلك لو سمحت. انا خلصت كمان experiment. experiment. مس رجع كلمات. team. experience operation. teammates. teamwork. concert. indoors, outdoors, injured, experiment. يس تيتشر، انا كاتبهم كلهم. تمام برافو عليك. The second ناخد part بتاع النهارده ان احنا هنسمع الفيربس. تسمى ايه؟ هنسمع فيرب الفيربس. مس. نعم نعم يا بنتين. اوكي تيتشر ام ريدي. لا ما سمعتهاش كويس. عايزه ايه حبيبتي اخر كلمه؟ لا برافو كده. رابع كلمة. حاضر ثانية واحدة. رابع كلمة مس كانت كونسرت. رابع كلمة يا بوسي concert اللي هو الحفل الموسيقي. concert درس في ليسن 3. يعني حفلة موسيقية. concert. كده يلا يا مس انا جاهز، انا حافظ الافعال. حاجة كمان يا جود بوسي. طب يلا بقى. يلا يا إبراهيم. Tell me the past of the verb bring. bring Yes. bring No. Bring. Is it regular or irregular? فكر قبل ما irregular تجيب. ها؟ irregular طيب هيبقى الباست بتاعها إيه؟ is it Bring. Bring. الباست بتاع bring هيبقى إيه؟ مس لحظة واحدة بس Wrong. أعمل حاجة. أوكي طيب what wrong. هو wrong. بصراحة مش هقدر أبعتلك الديكتيشن، ممكن أوريهالك في الكاميرا.
هاتيها في الشات بوكس يا جيداء، برايفت مسج، ماشي دايركت مسج. اوكي. رسالة فردية. هيا يا ابراهيم، قلت برينج، انت قلت البوست بتاع ايه؟ برينج. انا قلتها مش مستنسيتها. قلتها ايه؟ انت قلتها ايه؟ عايز اسمعها تاني. برينج رونج رونج لا غلط يا ابراهيم، برينج برينج رو، ات برينج روت، بي ار او يو جي اتش تي، روت، ودي الريجولار فيرب. تمام يا بوسي، يا نعم بسبوس، ودي يا نعم بسبوس، the past of the verb meet. Miss, I can say after Bisan. Can You say can after her. say in I your can say turn. after Ammar. Meet. Eat. Need ولا eat يا Miss؟ Meet. Meet ولا eat؟ لا meet. Meet. Miss, I can say after Bisan. I انت can قلتي say after قلتي Bisan. قبل كده ما سمعتكيش. Met. يا بوسي انا مش سامعاك، يا بوسي يا قلبي مش سامعاك. قلتي ايه؟ Met. مات. اوكي ثانك يو يا بوسي. طيب هوز تيرن؟ لحظة I يا can جوسي. say after Ammar. Can you say teacher? I can say after Oba. Turns. Missy, can you Your read? turns. عمر، عمار، همس، جيدة. هنسمع بقى بليز. يلا يا عمر. نعم يا مس. وانا قولي يا مس، وانا ما قلتش اسمي. انا قلت عمر، عمار، همس، جيدة. انا قلت كده. عمار the past of the verb care. مين يا مس؟ عمر ولا عمار؟ عمر سوري، عمر تمتى؟ care care. كير بول. No. Do you know يا عمار؟ The past of كير care. كير Care. مين اللي قال؟ عمار يا مس. طيب يلا يا همس. نعم يا مس. يلا the past of the verb win. وون Wow, very good. يا جوجو. The past of the verb يا شيداء، the past of the verb think. Unmute your mic. Unmute your mic. يا جوجو unmute your mic، أنا مش سامعاكي. شيداء. Yes, teacher. يا شيداء the past of the verb، أنا قلت لك إيه؟ think. Think thought. طيب thank you all of you very good. طيب تمام يلا بقى نبدأ مع بعض، هنراجع على اليونت ده كله واحدة واحدة. بس أبص على الورقة بتاعة جوجو، انت بعتها مرة مرة to everyone ومرة to me. سألنا يا مس مسحتها يا مظبوط؟ تمام يا جوجو، مس لحظة واحدة، صور لك الديكتيشن بتاعته وهبعتها لك ابعتوها على بقى على الزوم. الجروب عشان انا ما نعطلش السيشن بتاعي. ممكن ابعتها على اوكي الجروب. اوكي يلا open your books كلكم، نفتح بقى الكتاب بتاعنا، هنراجع مع بعض على ان شاء الله على الاثنين من اوله. تقولي ايه يا عمر؟ قول ايه؟ ذكرت لسه 1 و 2 امبارح. ذكرت لسه 1 و 2 طيب تمام.
احنا عارفين ان اليونت ده بيتكلم عن ايه؟ jobs we do. jobs we do يعني الوظائف اللي بنشتغلها. okay lesson 1 كان عن jobs in ancient Egypt، الوظائف عند القدماء المصريين. والقدماء المصريين كان عندهم بقى وظائف زي ايه؟ زي كان عندهم fisherman، كان عندهم craftsman، كان عندهم scribe، teacher، farmer، baker and doctor. كل دي كانت jobs عن ancient Egypt. تمام، فضلكم. الكتاب عندي انا هنا، انا مش شايفه كويس خالص والكلام نصه مقطوع، فبليز انا خليكم انتوا بصوا في كتبكم، انا هفتح كتاب تاني بس ابص منه. اوكي اوكي I can read. احنا مش لا انت هنقرا بقى، احنا مش هنقرا يا عمر، احنا هنحل اسئله. اوكي انا براجع على اوكي اليونت كله وبعدين نفتح اسئله شامله كده على اليونت نحلها كلنا مع بعض بقى. تمام، طيب people in ancient Egypt، اسمع بقى بليز، اسمع علشان اللي لو حد كان فايت لسن يسمعوا معايا. People in ancient Egypt worked very hard. Everyone had a job. They could work as fishermen, bakers, doctors, and traders. يعني ايه traders؟ يعني تجار. كانوا بيشتغلوا زمان، ممكن في ال ancient Egyptian، ancient Egyptian مصر القديمة. كانوا شغالين في منهم fishermen، bakers، خبازين، doctors، traders. But most people work as farmers. لكن معظم الناس زمان كانوا بيشتغلوا as farmers. Farmers worked in fields، بيشتغلوا في الحقول، which were near their homes. كانت بتبقى قريبة من منازلهم. طبعا زمان ما كانش فيه المواصلات والحاجات دي، فكل واحد كان بيشتغل بالقرب من سكنه. They planted crops usually grains like wheat. كانوا بيزرعوا حبوب. Most of their crops كانت حبوب. They weighed corn and flax. They grew vegetables and fruits too. كانوا بيزرعوا الفاكهة والخضار. Ancient Egypt craftsmen were very good at too. كانوا بقى الكرافتسمان اللي هم مين؟ الحرفيين. عارفين الحرفيين؟ اللي بيعملوا شغل بإيديهم يعني. They made beautiful paintings and beautiful gold jewelry and sculptures. ايه sculptures دي؟ مين يقول لي يعني ايه sculptures؟ cultures يعني sculptures مين يقول؟ يعني مين؟ sculptures اللي هي المنحوتات، عارفين المنحوتات؟ زي التماثيل، الحاجات المنحوتة على الحيطة، منحوتات على الحيطة، يبقى sculptures ليه منحوتات. تمام، they used to weave beautiful clothes. يعني ايه weave؟ يعني ينسجوا الملابس، نسج. weave يعني ينسج beautiful clothes and make colorful cooking pots. كانوا بيعملوا colorful cooking pots، البوتس اللي هي أوعية الطبخ، كانوا بيعملوها ملونة وجميلة. Fewer people work as scribes. ايه scribes بقى؟ مين الscribes؟ اللي هم الكتاب. طب ليه كانوا قليلين قوي زمان؟ ليه؟ لأن هم كانوا knew how to read and write well، لأن هم كانوا بيعرفوا ازاي يقروا ويكتبوا كويس، ودي ما كانتش سهلة خالص عند الايجيبشن زمان، لأن الايجيبشن writing was not easy to learn. ايه هي بقى الايجيبشن writing؟ ايه هي الكتابة المصرية اللي هي كانت ايه؟ كانت يعني بأنهي لغة؟ الهيروغليفية هيروغليفز، روي همس اللي هي الهيروغليفز. عشان كده كانوا قليلين قوي اللي كانوا بيشتغلوا سكرايبس زمان، علشان Egyptian writing was not easy to learn، ما كانتش سهلة خالص ان هم يعرفوا يتعلموها يعني. سكرايبس spent many years learning hieroglyphs. كانوا الكتاب دول او الكاتبين دول كانوا بيقضوا وقت طويل قوي، سنين طويلة بس عشان يتعلموا الهيروغليفية. And this was very expensive. طبعا كان بيكلفهم كتير يعني. Ancient Egyptian women، ستات بقى زمان، السيدات كانوا بيشتغلوا ايه؟ Worked at home and could work outside too. كانوا بيشتغلوا at home يعني في منازلهم، وممكن يشتغلوا بالخارج. Women cooked meals، كانوا بيطبخوا meals. Cleaned the house، طبعا دي chores بتاعتهم، الأعمال المنزلية بتاعتهم. Cleaned the house and took care of their children.
women could weave baskets، كانوا بيمسكوا الباسكت ساعتها، انا قلت لكم زي الباسكت اللي هي معمولة من الخوص دي كده، حتى في منها اكيد في بيوتنا يعني. bake bread and make sandals، sandals يعني اللي هي الأحذية المفتوحة، and they sell them at the market as well. They could even become pharaohs. One famous queen in Egypt, in ancient Egypt, was Hatshepsut. Okay. Can everyone بقى خلاص احنا عرفنا كده. Everyone in Egypt knew that work was important for life. So the ancient Egyptians were very successful. ليه بقى هم كانوا successful؟ علشان هم عرفوا ان العمل مهم جدا في الحياة. That work was important for life. كانوا the ancient Egyptians were very successful because they knew that work was very important for life. خلاص؟ طب ادي كده lesson one. عرفنا ال ancient Egypt او عرفنا ال jobs in ancient Egypt. تمام؟ طيب what about lesson two؟ تعالوا نروح بقى lesson two. نتكلم عن ايكو سيستم. اللي هو النظام البيئي. yes what is an ecosystem؟ احنا الايكو سيستم دي يعني احنا برضو واخدين فكرة عنه من اليونت اللي فات. everything in the natural world. اللي بالنا بقى من الكلام المهم ده اللي بيجي لنا دايما choose، قلت لنا الكلمة دي كتير قوي في choose. everything in the natural world is connected. يبقى the connection، خلي بالنا من الجملة دي، this connection between living and non-living things is called an ecosystem. يبقى ال ecosystem دي عبارة عن ايه؟ connection، خلي بالنا نحفظ الكلمة دي كويس، connection between living and non-living things. يبقى what is the meaning of ecosystem or what does ecosystem mean؟ it means the connection between living and non-living things. خلاص يبقى هي دي ال ecosystem، connection between living and non-living things. ecosystem can be small، يعني ممكن تبقى small like a rock pool، or they can be very big like the Amazon rainforest. The living things in a rock pool are fish, crabs and seaweed. حاجات ال living، الكائنات الحية اللي موجودة في ال rock pool اللي هو البركة الصخرية، هنلاقي فيها ممكن نلاقي فيش كرابس وأعشاب بحرية. طبعا احنا اتفقنا ان البلانتس دي بنعتبرها living things. طيب the non-living things are rocks, water, sand and sunlight. All these things work together to make an ecosystem. There are lots of different ecosystems on earth. تعالوا بقى نشوف الانواع الايكوسيستم ان earth. احنا قلنا ان هما ايه؟ A marine ecosystem, a freshwater ecosystem, a desert ecosystem, a rock pool ecosystem. طبعا مش هم دول بس الـ ecosystems اللي موجودين على الـ Earth، في طبعا كتير. اتكلمنا مع بعض المرة اللي فاتت عن الـ present simple. present simple هو المضارع البسيط. عارفين طبعا ان he and she and it we put the S or ES or IES to the verb. تمام؟ But we and you and they and I بنحط الverb بعديها في ال infinitive بدور present simple. طب احنا بنستخدم present simple ليه؟ To talk about habits, routines and things we do every day. يعني بنتكلم عن العادات اليومية والروتين والحاجات اللي بنعملها every day، كل يوم بتبقى عبارة عن أحداث متكررة ثابتة، متكررة وثابتة. أنا كل يوم بروح المدرسة، أنا كل يوم بعمل واجب، أنا كل يوم بنام بدري، أنا كل يوم بصحى بدري. تمام؟ كل دي بنستخدم فيها present simple. طيب النيجاتيف بتاع present simple إما بنستخدم don't plus infinitive أو doesn't plus infinitive. طب إمتى نستخدم don't؟ مع I و you و we و they. إمتى نستخدم doesn't؟ مع he and she and it. طبعا انا براجع عليها للمره ال 500.
الحاجة الجديدة اللي خدناها المرة اللي فاتت ماست اند ماست. ايه يا ناس دي 50 مليون؟ اي شفت بقى يعني انا عديت غلط كمان. احنا بناخدها من جريد 2 صح؟ بناخد ايوه فاست مش كل سامبل ده في سنة جريد جينا 2. منها، انا خلاص مجهز نفسي السنة الجاية هتجيلي. هتعمل ايه للسنة الجاية؟ انا مجهز نفسي هاخد الدرس ده السنة الجاية. ايوه انت هتاخده كل سنة وكل ترم هتلاقيه قدامك، اياكوا تغلطوا فيه بقى. ترمي ومع ذلك كمان بتغلطوا، ومع ذلك بتغلطوا يا عمر. انا المفروض اعمل ايه في فعلا. نفسي بقى؟ اعمل ايه في نفسي بقى؟ انا المفروض اعمل ايه في نفسي؟ انا بشرحه لكم المرة 5000 وانتوا برضو بتغلطوا فيه. مش ال5 تلاف، ال50 مليون. طيب شفت بقى؟ طيب احنا اخدنا must and muscle. احنا هنا بنتكلم عن must and muscle لما we have to do this thing، يعني او انت you have to do this thing. انا هقول لك مثلا you must see the doctor، لقيتك عيان فبقول لك you must see the doctor. تمام؟ You must هنا do your homework. you must do your homework، you must do your homework. طب انت اخدت بالك من ايه ابراهيم وانا بقول must؟ ان انا حطيت الفيرب بعد ماست ان ذا انفينيتيف، ان ذا انفينيتيف. يبقى احنا متفقين ان after ماست and mustn't we do we put the verb in the infinitive. تمام، ماست بستخدمها للpositive things للحاجات الايجابيه، والmustn't للحاجات السلبيه الحاجات اللي انا عايزه امنعك عنها. تمام، طيب يلا كلنا نطلع وندخل تاني بسرعه. يلا حبايبي. أوكي.